وحول الملتقى الحكومي يسرنا يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد جميل بن محمد الحميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية. مساء الخير سعادة الوزير، بداية برأيكم ما أهمية انعقاد هذا الملتقى وما أهمية النتائج التي سيفرزها بعد نهايته؟ شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى التقرير الجيد الحقيقة تابعته معكم. المبادرة صاحب السمو ولي العهد النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بعقد هذا الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الحقيقة يعتبر تجديد وتنشيط وتحفيز للعمل الحكومي في مملكة البحرين. دائما الظروف تتغير وهناك العديد من المستجدات، فالعمل التخطيطي والفكري والمراجعة الحقيقية وإيجاد المبادرات الفعالة لدفع العمل الحكومي قدما إلى الأمام تحتاج إلى عقد مثل هذه اللقاءات الجماعية الصريحة الواقعية لمناقشة واستعراض المنجزات وكذلك استعراض أفق التطوير. حقيقة أن يعني هذا شيء تعتز بمملكة البحرين وتعرف بأن يعني عملية التفكير وعملية التطوير دائمة موازية للعمل التنفيذي في جميع أجهزة الدولة. نعم سعادة الوزير، التصاق أهداف المنتدى أو الملتقى عفوا بالمواطن هي أحد أبرز العناوين. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي أحد أكبر الوزارات التي تلتصق بشكل مباشر بالمواطنين وخدمتهم. هناك ورقة لوزارتكم يوم غد ستعرضونها في هذا الملتقى. عن ماذا سوف تتحدثون في هذه الورقة؟ عن أبرز ما أنجزته الوزارة في السابق، عن رؤيتكم للمستقبل، ما أبرز النقاط التي تحتويها ورقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؟ الحقيقة وزارة العمل كما هو والتنمية الاجتماعية كما هو الحال بالنسبة إلى بقية الوزارات لديها سجل حافل بالمنجزات، ولكن في هذا الملتقى لن نكتفي باستعراض المنجزات، سوف نستعرض أعمالنا ومنجزاتنا من خلال نظرة تقييمية واقعية تكشف مدى تحقيق الانسجام بين المنجزات وبين الأشياء المتحققة فعلا وبين تطلعات الحكومة فيما يتعلق بالبرنامج العمل الحكومة أو رؤية 2030. فتحقيق الانسجام وتحقيق إنجاز أو أفق أكبر للمستقبل هو المقصود. فإحنا الحقيقة عندنا منطلقين، المنطلق الأول هو عندنا معلومات، عندنا قاعدة معلومات تكشف لنا مجموعة من الإحصائيات، هذه الإحصائيات تكشف مدى تحقيقنا للأهداف المتحققة بالنسبة إلى وفق مستويات أداء محددة قابلة للقياس قابلة للتقييم. ما نريد أن يعني ندعي بأن إحنا حققنا كل المطلوب، ولكن المهم أن نطرح نظرتنا نظرة واقعية ونشوف مدى التقدم المحرز وما هو الأفق المستقبلي لعملية التطوير لتحسين الأداء وتطوير الإنتاجية وخدمة المواطنين بأسلوب واقعي وأكثر فعالية. ما نفكر فيه حاليا بأن هذا الملتقى هو بدأ قبل أن يعقد من خلال جعل وزارات الدولة وجعل جميع الأجهزة تبحث وتقيم وتفكر في أفق مستقبلي للتطوير. هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه سعادة الوزير، هل هناك تفكير جمعي وتنسيق أشمل على مستوى الحكومة من أجل أن يخرج هذا الملتقى بإنجاز يسجل لكل وزارات الدولة وجهاتها؟ بالتأكيد هذا نوع من التنافس الشريف في تقديم الأفكار والتنافس حول تقديم المبادرات الخلاقة اللي تحقق الهدف المنشود. ولأول مرة تجد أن الوزراء والوكلاء والمدراء مجتمعين بالقيادات العليا في حوار مفتوح وصريح. الحقيقة يعني هذه بادرة يعني أو سابقة تسد لمملكة البحرين. نعم شكرا. نعم. شكرا جزيلا لك سعادة السيد جميل بن محمد الحميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.